الحمله عنيفه وكاذبه وتسعى الى تشويه القضاء المصري يمكن اثناء ما كان بيدلي بالبيان بتاعه قدام اللجنه اللي شكلها مجلس النواب للرد على بيان الحكومه اتكلم المستشار عدنان فنجري وزير العدل اتكلم الحقيقه على صوره القاضي القاضي المصري قال ايه قال في قاعده عامه بتقول القاضي المصري ده ثروه ثروة قومية ولم أجد أكفأ وأنزه من القاضي المصري سلوكا وعملا الكلام ده اللي تحدث به المستشار وزير العدل بيعكس الصورة الحقيقية للقاضي المصري لكن اللي احنا شايفينه هذه الأيام محاولة ممنهجة من الكتاب الإلكترونية لجماعة الإخوان عشان يشوهوا صورة قضاة مصر الكلام ده معروف اهدافه لا تخفى على احد بالقطع كلما وقع حادث اشتغلت اللجان دي على القضاء وتعمل حملة واسعة الهدف هو تشويه قضاء مصر والاهداف معروفة اخر الحملات دي استغلال عملية القبض على القاضي احمد محمود صديق المنشاوي اللي تم توقيفه في مطار القاهرة بعد اكتشافه تهريب مبلغ مليون و ألف جنيه أثناء سفره من مطار القاهرة إلى مقر عمله المؤقت في الكويت ودي حاجة غريبة الحقيقة واخد يعني بتاع ثلاثين ألف دولار واخدهم وماشي بيهم وده حدث مدان طب لكن إيه اللي حصل ما هو ده قاضي منحرف زيه زي صحفي منحرف زي إعلامي منحرف زي أحد منحرف لكن إيه اللي حصل هل الدولة سكتت لا الجهات الرقابية والشرطة المصرية هي اللي كشفت الواقع أثناء سفره من مطار القاهرة رغم أنه عرفهم بشخصيته وكان قبل كده عضو في مجلس إدارة نادي القضاء لكن الجهات المعنية لم تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية وده يحسب للدولة المصرية وليس ضدها ده بعد كده جابوا القاضي ده وأجبروه على تقديم استقالته وقبل مضي 24 ساعه كانت النيابه العامه قد حققت معه واصدرت قرار بمنعه من السفر وقام بالتنازل عن المبلغ المضبوط وصدر قرار وزاري بانهاء خدمته وما زالت التحقيقات مستمره مين المسؤول هنا الفرد ولا الدوله الفرد الفرد مهما على شانه هو ليس محصنا الانحراف وارد امر لا ينكره احد ولكنها ظواهر فرديه او حوادث فرديه موجوده في كل المجالات. لكن المهم هو موقف الدوله. موقف الدوله من هذه الاحداث. ما اعرفه ان ما فيش حد بيتساب حتى ان لم تعلن بعض القضايا امام الراي العام، لكن الجهات الرقابيه بتتابع وتلقي القبض وتقدم الفاسدين والمنحرفين والمرتشين الى القضاء. لكن كتائب الجماعة بتسعى دوما إلى أن تشكك عشان تفقدك الثقة عشان تسير اليأس والإحباط في نفسك فتكفر بكل حاجة وتقول حتى القضاة الشارع المصري يعرف تماما من هم قضاة مصر وما هو دورهم في حماية العدالة والحفاظ على تطبيق القانون والدستور قضاة مصر هم اللي تصدوا لجماعة الإخوان الإرهابية لما حاولت الاعتداء على استقلالية السلطة القضائية هم اللي كانوا دوما بقيادة المستشار الجليل أحمد الزن ومجلس إدارة نادي القضاء في مقدمة المدافعين عن الدولة